السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. الأحداث ديال هذا الواقع المأساوي ديال العائلة المغربية تتعود لشهر مارس من العام الجاري. الأحداث كما شتي كما قلت لكم عن طريق الأخبار ديال تيجي تشينكو البارح مع 8 اللي تتقول بانه يعني المشكل كيفاش وقع. الاب كان باغي يوصل الابنه ديالو يعني بالسياره للمحطه ديال القطار، ما بغاتش، هي بغات تمشي بوحدها. ومهم وقع هذا هو المشكل كما جاء في الفيديو اللي غادي تشوفوه ان شاء الله دابا، بانه يعني وقع المشكل على هذه المساله هذه. المهم هي خرجات بقات ومشات، هو من وراها يعني هز الطوموبيله وتوشا يعني ضربه في الطريق. تصابت اصابات ماشي شي اصابات خطيره، ولكن طبعا الحال تم القبض على الاب ديالها. البارح دازت المحاكمه ديالو، وطلبت ليه النيابه العامه ديال هنايا في ايطاليا، طلبوا ليه 13 سنه سجنا. لا النيابه العامه ولا القاضي ما خداوش المساله على انها يعني اصابه عاديه او شخصيه، يعني وقع حادثه في الطريق وصافي مع الابنه ديالو، ولكن خداوها بهذا المفهوم هذا بانه بغى يفرض على هذيك التقاليد ديالنا ديال المغرب واللي يجيب معاه من المغرب، بغى يفرض على الابنه ديالو. والابنه ديالو يعني بين انتيغراتا هنايا في لاسوسيتا ايطاليانا، تتلعب مع السكوادرا ديال الباسكت في ديك المدينه اللي كاينين هما فيها. المهم يعني المساله حولوها المساله ديال الكولتورا وديال يعني ديال الانتيغراسيوني ديال الاندماج. الانسان تبقى ملهم المشاكل ديال العمل وتنسى التربيه ديال الابناء ديالو، التربيه الصحيحه. نتمنى ان الناس والاباء يستافدوا من بحال هاد المسائل وما يوقعوش في بحال هاد المشاكل هذه، يعني عن طريق التربيه كما قلت لكم، عن طريق يعني التعليم ديال اللغه العربيه. الكثير من المغاربه ما تعلموش ولادهم اللغه العربيه، ما تعلموهمش الدين ديالهم، ماشي يقول ولا حتى شي حاجه من هاد المسائل هذه. ممكن الانسان يكون مندمج في لاسوسيتي وانتيغري فيها مزيان، ولكن في نفس الوقت راه محافظ على المبادئ ديالو، محافظ على الدين ديالو، محافظ على جميع يعني الثقافه ديالنا كمغاربه. هذا ما كان في هذه الحلقه هذه، غنخليكم مع الفيديو، نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. L'accusa lesioni personali come invece sperato dalla difesa del padre che aveva chiesto la soluzione. Né Ayan né la figlia erano presenti in aula questa mattina alla lettura della sentenza. L'accusa aveva definito l'uomo padre padrone e chiesto una condanna a 13 anni. La sentenza ci pare molto severa, anche se inferiore alle richieste fatte dalla pubblica accusa. Sicuramente faremo appello. Quel 15 marzo Ayan insiste per accompagnare Miriam alla stazione. Lei vuole andarci da sola. Litigano finché il padre, alla guida della propria auto, secondo l'accusa la investe volontariamente. Volevo solo sbarrarle la strada per parlare. Non ho mai pensato di farle del male né di fermare la sua voglia di autonomia. Si difenderà poi lui in udienza. Le chiederà scusa. Miriam rimane ferita ad una gamba, per fortuna in modo non grave, ma il gesto quello sì è gravissimo perché, sostiene la procura, il padre cercava di imporre alla figlia comportamenti in linea con la cultura d'origine marocchina. Litigi continui perché la ragazza invece era emancipata e ben integrata nella società. Giocava anche nella locale squadra di basket. Miriam non si è costituita parte civile.